الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد، فلا أعرف شيئا أعز على الكريم من دينه ومن أجله وفي سبيل إعزازه يخضع نفسه وماله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إي والله لا أعرف شيئا أعز على الكريم من دينه. الدين أغلى شيء يحرص عليه الإنسان، لأن به حياته وبقاءه ونجاته بين يدي ربه، وما وراء ذلك أعراض تذهب ولا تبقى. ونحن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن جيل القدوة، نتعلم ذلك ونتعلم في جميع أمورنا ما يجب أن يكون. في الأسبوع الماضي وما أسرع ما تمضي الأيام وتنقضي الآجال، رأينا كيف تهيأت الأسباب للهجرة إلى المدينة بعد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جمع من الأنصار في العقبة، وبعد ما عاهدهم وصدقوا في عهدهم، أذن لأصحابه في الهجرة، فخرجوا شيئا فشيئا، وبقي هو صلى الله عليه وسلم. وأراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن صحابة رسول الله أجمعين، أحب أن يهاجر فمنعه وقال له: لعل الله يجعل لك صاحبا. أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم بما يشعره بالصحبة، فعاد أبو بكر إلى بيته وجهز راحلتيه وانتظر 4 شهور. وكما قلت، أذن الرسول لصحابته بالهجرة فهاجروا وخلت دور مكة من الصفوة الكرام البررة المجاهدون، وبقي كما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له. وفي يوم وأبو بكر في داره، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل في وقت لم يكن يقبل فيه، فقد كان من عادته أن يأتي في أول النهار أو في آخره، لكنه في هذا اليوم جاء في الظهيرة، فأدرك أبو بكر أن أمرا ما قد حدث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار صاحبه ودخل، فقال لأبي بكر: أخرج من معك من الدار. فقال: يا رسول الله، إنهم أهلك. فقال: قد أذن الله لي. فقال: الصحبة؟ قال: نعم. قالت عائشة: ما شعرت قط أنني أرى أحدا
يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي عندما أخبره رسول الله بالصحبة. هناك مواقف تقف الكلمات عاجزة عن تصويرها، منها مواقف أبي بكر إنه يبكي، وتقول عائشة: ما شعرت قبل هذا اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. عظيم في دينه، عظيم في خلقه، عظيم في بره، عظيم في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لربه. من الهجرة نتعلم دروسا كثيرة، دروس ودروس ودروس. وأود في يومنا هذا، يوم الجمعة الذي أرجو فيه من الله أن يهب المسلمين نصرا من عنده، وأن يجمع كلمتهم على إعزاز دينه، وأن يوحد صفوفهم في طاعة الله ورسوله. أود أن نقف من الهجرة والدروس فيها كثيرة في يومنا هذا على أمرين. الأمر الأول الأخذ بالأسباب، ذلك أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من ربه، وقد أري دار الهجرة التي يهاجر إليها وهو يثق في نصر الله تماما، لكننا نراه يأخذ بالأسباب الكاملة في كل شيء. بالنسبة للهجر يكتم الأمر سرا فلا يخبر أحدا بذلك، ويكتفي بأن يخبر أبا بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب. يأمر علي بأن يبيت مكانه ويتسجد ببردته، كما يأمره أن يؤدي الأمانات والودائع، ودائع من؟ ودائع أهل مكة وأمانات أهل مكة، إذ كانوا يأتمنونه وهم يخالفونه، ولا تلهيه الهجرة عن رد الودائع والأمانات إلى أهلها. كتمان السر نراه كذلك يختار المكان الذي يصرف نظر كفار قريش عن احتجاجه وقصده، يختار غارة ثور. نراه كذلك يختار أمينا يعرف طريق الصحراء وله خبرة. نراه كذلك يكلف عبد الله ابن أبي بكر، يأمره والده بأن يبيت في مكة ليأتي بأخبارها إليهما في الغار. نراه كذلك يكلف مولا لأبي بكر أن يرعى بغنمه عامر بن فهيرة ليطوف عليهما، ثم يعود بغنمه وراء خطوات عبد الله بن أبي بكر ليواري هذه الخطوات، حتى لا تعرف قريش من الأثر أين رسول الله وصاحبه. الأسباب، من الناس من يقصر في الأسباب ويقول توكلت على الله، خطأ يجب أن يتجنبه الإنسان. التوكل على الله يوجب أن تأخذ بالأسباب كما أمر الله، والتقصير في الأسباب
التقصير في الأسباب معصية يعاقب عليها الله. تأخذ بالأسباب، أعقلها وتوكل، ثم تفوض الأمر إلى الله وأنت تعجل، ثم ترضى بالنتائج. هذا هو التوكل على الله. ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل ذلك، وهو المنصور من قبل الله عز وجل، لكنه يأخذ بالأسباب الكاملة. أحست قريش وقد هاجر المسلمون إلى المدينة أن الأمر جد خطير. إذا تمت الهجرة وانتقل المسلمون بعيدا وهم يعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخافون من المستقبل البعيد، فدبروا أمرهم واجتمعوا في دار ندوتهم ليقرروا أمرا خطيرا، ليقرروا قتل رسول الله. اقترحوا ما اقترحوه من حبسه او اخراجه، ولكن فرعون هذه الامة ابا جهل اقترح عليهم ان يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا فتيا ويعطوه سيفا، فتجتمع القبائل على قتله فيتفرق دمه فلا يقوى أهله على مقاومة القبائل جميعا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي الليلة التي عزموا فيها وأحاطوا بداره خرج من الدار وترك عليا مكانه وذهب إلى دار أبي بكر ليخبره بالأمر، وخرج معا إلى غار ثور. وطاشت قريش عندما علمت أنها باتت تحرس في الدار عليا رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلت منها، فأخذت تبحث في كل مكان وتمضي في كل وجه، والرسول في الغار مع صاحبه حتى مضت 3 ليال وقد دفعها البحث إلى أن وصلت إلى الغار. وأبو بكر خائف على رسول الله يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيقول له: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أخذت قريش تبحث في كل مكان، وجاء الدليل الذي استؤجر في الوقت المحدد له. جاء ومعه راحلتان كلفه بهما أبو بكر الصديق، وأبى أبو بكر إلا أن يتبرع بهذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يدفع ثمن الراحلة لما يعلمه من أجر من قبل الله عز وجل لمن يقدم ماله في سبيل الله في جهاد وهجرة في جهاده. لكن قريش طار صوابها وأخذت تغري من تغري من الناس بدفع جائزة سخية لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، وأغرت الجائزة صراحة
وسمع من يقول رأيت سوادا عند الساحل، فصرف نظره عن الكلام في هذا الأمر لأنه دبر أمرا في نفسه، وأخذ فرسه وتابع وسار وأسرع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وسمع قراءة الرسول وهو يتلو والرسول لا يتلفت، ولكن أبا بكر يتلفت خلفه يمينا وشمالا خوفا على رسول الله، ويدعو الرسول على صراخه فتجثو به فرسه مرة ومرة ومرة إلى أن علم صراخه أن هذا الأمر ماض لا محالة، فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأمان، وطلب أن يقدم شيئا فأبى الرسول ذلك، وأمره الرسول بأن يعمي عنهما. يا للعجب، عندما نرى صراخه في أول النهار جاهدا في طلبهما، وفي آخر النهار عاملا لحراستهما، كلما قابله أحد أو جاء إليه أحد يسأل قال يكفيكم هذا الوجه، أي أن هذا الطريق ليس فيه أحد، ليرد عن رسول الله وصاحبه. يأمره بأن يعمي عنه أخذ بالأسباب، مع أن سراقة الذي اقترب من رسول الله وصاحبه رأى بعينه ما جرى لفرسه، لكن الرسول يعلمنا أن نأخذ بالأسباب ولا نفرط فيها. وأمر آخر أصل أصيل في كل شيء، أن تعمل عملك وأنت تقصد وجه ربك. اسمعوا في كتاب الله ما يتلوه القرآن علينا في صفة المهاجرين من صحابة رسول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، هانت في نظرهم الأوطان والديار في سبيل إعلاء كلمة الله. وها هو ذا قهين يتبع رسول الله ويهاجر فيمنع ويحبس، ويقول له كفار قريش: جئتنا صعلوكا لا تملك شيئا، دع مالك ودارك. فيترك لهم كل شيء ليمضي مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر رسول الله، فيستقبل في المدينة بهذه الكلمة: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وينزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الإخلاص لله يجب أن نتعلمه أمتنا الإسلامية في كل مكان، وأن يحرص عليه كل فرد لنستطيع أن ننقذ أنفسنا بإعلاء ديننا والعمل بما أوجبه الله علينا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دروس ودروس ودروس، ولا أعرف شيئا أعز على الكريم من دينه، من أجله تخضع الأموال والأنفس، فهل لنا أن نستفيد من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فنأخذ بالأسباب ونخلص القصد لله. في الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فما رأيت شيئا أكرم وأبر لحياة الإنسان من صدق إخلاصه لربه ورجاء رحمته، إنه يرفع الإنسان من الخلود إلى الفضل واتباع الهوى ويدفعه إلى العمل الصالح في بسالة وطهر وصدق. ولم أرى أطهر ولا أضر ولا أكرم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذوا رسول الله قدوتهم وصدقوا ما عاهد الله عليه وتخلصوا من العوائق التي تحول بينهم وبين الهجرة والجهاد في سبيل الله. وما أكثر العوائق التي تشد الناس إلى الأرض، لكن نجيل القدوة استطاع بفضل من الله ثم بتوجيه من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخلصوا من جميع هذه العوائق، ففروا إلى الله صادقين وأخضعوا لمرضاته كل شيء من أنفسهم وأموالهم، فكان الجزاء ما تسمعون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والآيات تبين لنا بعد العوائق التي تشد الإنسان وتجذبه إلى الأرض وتحول بينه أحيانا وبين ما يجب أن يكون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمور يتعلق بها ويبتلون إليها ويخدعون بها ويعيشون لها وينسون ساعة اللقاء وينسون الحساب بين يدي الله. ولقد وصف الله أهل الكفر وبين حالهم ليحذر المؤمنين من ذلك، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أحداث الهجرة، ورأينا صحابة رسول الله وهم يبارعون وطنهم ويتركون أموالهم ابتغاء مرضات الله، رأينا من حجز منهم وسوم على كل ما يملك من دار ومال فترك الدار والمال وفر ملتحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوبل بما جاء به الوحي، ربح البيع فهيب، ربح البيع فهيب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله، الله رؤوف بالعباد. من حفظه الله لا يضيعه الناس، كم حاولت قريش كفار قريش
أن يطفئوا نور الله وأن يعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوا أصحابه. فما الذي حدث؟ ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل من الله ورحمة وتأييد محب يقترب من المدينة، والمدينة تتهيأ كلها لاستقبال النبي الكريم وصاحبه. مضت الرحلة في حفظ الله ورعايته، والأنصار هناك ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطلعون إليه في كل يوم. وها هو ذا رسول الله وصاحبه يشرف على المدينة المنورة، وهذا رجل من اليهود وهو يعلم ما يتطلع إليه الأنصار في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ذا يقف في مكان مرتفع ينادي بأعلى صوته وقد أبصر مجيء رسول الله: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا حظكم. وإذا الأنصار يخرجون جميعا بالسلاح، وإذا المدينة تتهيأ لأكرم يوم في حياتها وهي تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما رأيت يوما أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصاحبه. نعم، هيئت الدار وحسن الاستقبال، وانتقل الرسول إلى المدينة المنورة لتبدأ الدعوة الإسلامية مسيرتها، لتواجه الدنيا كلها، لتواجه الشرك والكفر والنفاق، لتعلن كلمة الله على العالمين. وما إن وصل الرسول إلى هنا صلى الله عليه وسلم حتى تسابق الأنصار في دعوته، لكنه نزل في بني عمرو بن عوف وبنى أول مسجد، مسجد قباء، ومكث عند بني عوف 14 يوما، بنى فيها أول مسجد وصلى فيه، ثم تحرك إلى الموضع الذي تعرفون، يركب ناقته إلى أن جاءت إلى الموضع فبركت فيه، فقال: هذا هو المنزل إن شاء الله. وأول ما بدأ به أن رأى مربدا ليتيمين من الأنصار، أراد أن يشتري هذا المربد، فأبى اليتيمان إلا أن يقدم المكان هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى الرسول إلا أن يشتري المكان وبنى المسجد الذي تعرفون، بناه بصورة أولية، مسجد في غاية البساطة، لكنه خرج أعظم الرجال وأكرم الرجال. ولما وصل الرسول إلى المدينة كانت الأعمال التي تنتظر أمر المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين، لكن عنصرا جديدا قد ظهر في المدينة وهم اليهود الذين كانوا يحدثون العرب بأن نبيا سيظهر فنتبعه. ها هم اليهود يعلمون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا سيدهم وعالمهم وحبرهم عبد الله بن كلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم بمقدمه، فجاء إليه يسأله عن أمور لا يعلمها إلا نبي. سأله عن إشراق الساعة، سأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة، سأله عن الولد ينزع إلى أمه أو ينزع إلى أبيه. وكان جبريل قد فرغ من ساعته وهو يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل، فقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود أهل بهم، أهل كذب، فسلهم عني، فلو علموا بإسلامي نالوا مني. فطلبهم فجاءوا إليه فحدثهم برسالته، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بصفته، ويعلمون ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. جاءوا إلى رسول الله فدعاهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا، فحدثهم ماذا يكون الأمر لو أسلم عبد الله بن سلام، فأنكروا أن يسلم. قال: ما تقولون فيه؟ قالوا: سيدنا وحضرنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففي الساعة نفسها، بل في اللحظة نفسها، قالوا: فاسقنا وابن فاسقنا. ما أراده عبد الله بن سلام من تعريف الرسول بأمرهم قد وقع. قوة يقابلها الرسول في المدينة، ولها قصتها ولؤمها وحقدها وحسدها. وأمر آخر قد ظهر في المدينة، النفاق، ولم يكن موجودا في مكة، إنما كان الكفر الصريح يرأس هذه الجبهة. عبد الله ابن أبي ابن سلول كان يطمع أن يتوج على المدينة وأن يكون حاكما لها، وقد تبدد حلمه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوى ذلك في نفسه وتعانق مع اليهود في كل أمر من أموره. قوى يجابهها رسول الله في المدينة. إذا أضفنا إلى ذلك ما كان عليه المشركون من عداوة رسول الله، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الجبهات كلها؟ إننا نحن معشر المسلمين في عصرنا هذا نحتاج أن نعلم وأن نقتدي، ونحن نواجه أهل الشر الذين تكالبوا علينا من كل جانب. اليهود هم اليهود، وأهل الشرك هم أهل الشرك، وقوى البغي هم هم، ولا نستطيع نحن أن نصنع شيئا إلا إذا استطعنا أن نحسن القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ما نستطيع أن نواجه به هذا التكالب علينا من أهل الكفر والضلال. الشيوعية تحاول أن تختطف الأوطان الإسلامية، اليهودية الصهيونية الدولية تتعانق مع الصليبية، كل هؤلاء يبغون ديارنا وينالون من إسلامنا. وإذا استطعنا نحن أن نخلص القصد لربنا وأن نرجو رحمته، فخلصنا من الخلود إلى الأرض واتباع الهوى، واستطعنا أن نحقق ما حققه أسلافنا من قبل. فلا نستعين إلا بالله ولا نرجو إلا الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت
على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. فإنني أقول في غير يأس ولا خوف ولا أمل من التكرار، أمتنا ستفعل بإذن الله وفضله وقدرته، لأنها أمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا مرت بنا فترة عصيبة من الفترات رأينا الدنيا تتكالب علينا، فعلينا أن نتدبر ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجهوا وما لاقوه وكيف انتصروا وبأي شيء انتصروا. علينا أن نعرف تاريخنا وأن نعلم الأجيال ذلك. فإن تآمرا ضخما يريد أن يحول بين المسلمين وبين دينهم، ليرقوا أعداءهم بشعارات فارغة تزيد من فرقة المسلمين ومن تناقضهم ومن خلافهم وتنازعهم. والسبيل قد بينه الله لنا وبين الأسباب التي بها ننتصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أمتنا في حاجة إلى أن ترد جميعها إلى هذا المورد العزل، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى التربية الصحيحة للأجيال الصاعدة، إلى إدراك الخطر الذي يحيط بهذه الأمة، إلى القرار إلى الله، إلى القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم بالحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن الدار التي نمر بها دار امتحان واختبار، لا دار إقامة. فهل ينجح جيلنا في الامتحان؟ هل يسر هذا الجيل إلى الله؟ هل يأخذ زاده من كتاب الله؟ هل نتقي الله في أطفالنا ونسائنا وبيوتنا؟ فننشئ الأطفال على طاعة الله؟ هل نتقي الله فنغلق منافذ الفساد التي تجتاح الديار الإسلامية لتدمر هذه الديار بالمعصية والفساد؟ هل نعمل في حياتنا نحن المسلمين على أن ييسر للفتى والفتاة أسباب الحلال لتغلق منافذ الحرام؟ هل نعمل على الزواج المبكر لنحول دون الكثرة من العالفات في البيوت ومن الشباب الذي يمضي وراء الشهوة والهوى؟ أم نعمل على أن نعف شبابنا بزواج كريم لتنطلق الأمة لواجبها ولما يجب أن يكون؟ هل نعمل نحن على أن لا تتناقض وسائلنا في التربية فيدعو هذا إلى الفضيلة في الدرس وفي المسجد ويدعو آخر إلى الوزيرة؟ هل نعمل على أن تتفق خطواتنا جميعا على أن نكون على قلب رجل واحد وأن نكون جسدا واحدا؟ إذا استطعنا أن نفعل ذلك أنقذنا جيلنا من الضياع، وإذا نحن لم نفعل ذلك فإن دين الله لن يضيع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله وفيه من يشاء والله واسع عليم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.